السلام عليكم أصدقائي، معكم غافر. اليوم لدينا قصة جديدة من قصص دورا. دورا في أرض العجائب. واحد الصباح دورا كانت تقرأ كتاب أليس في أرض العجائب لصديقها بوت وقطة جدتها أبويلا. القصة تدور حول فتاة اسمها أليس والتي اكتشفت أرضا سحرية. فجأة هناك صوت طلق صادر من داخل مرآة دورا. بدأت المرآة بالتموج والتألق، فهرعت القطط باتجاهها وبطريقة سحرية قفزت داخل المرآة. دورا وبوتس نظرا داخل المرآة فلمحوا القطط تجري خلف أرنب. يجب أن نسرع، الملكة تنتظر. الأرنب يقول: دورا يجب أن نلحق بالقطط. بوتس يقول: بما أن القطط تمكنت من العبور من المرآة فهذا يعني أنه يمكننا العبور أيضا. دورا تقول: دورا وبوتس اندفع اتجاه المرآة وتمكن من الهبوط في الجانب الآخر. دورا وبوتس وجدا نفسيهما في عالم متلون غريب، حتى ملابسهما تحولت لتصير جزءا من هذا العالم الساحر. دورا تبدينك الفتاة أليس من بلاد العجائب، بوتس يقول، ثم أشار إلى بعض الصخور ذوات السيقان. انظري لهذه الصخور القافزة، لا بد أننا في أرض العجائب. دورا تقول. من مسافة بعيدة لمحت دورا وبوتس القطط يلحقون بالأرنب. كان الأرنب يحمل طبقا من الفطائر. يجب أن أخذ كل هذه الفطائر إلى حفلة شاي الملكة، الأرنب يقول متحمسا. لقد اختفى في حفرة صغيرة للأرانب وقامت القطط باتباعه. دورا وبوتس كبيران جدا للمرور من حفرة الأرنب. يجب أن نجد طريقا آخر للوصول إلى حفلة شاي الملكة، دورا تقول. لنسأل السيد خريطة. لكي تصل إلى حفلة شاي الملكة يجب أن تبحر إلى الأشجار العملاقة أو تمر من الحيوانات الصغيرة وتعبر من خلال الغابات المنسية، السيد خريطة يقول. دورا وبوتس تبع إشارات السيد خريطة إلى المحيط الواسع. الأشجار العملاقة توجد في الجانب الآخر من المحيط. نحتاج إلى قارب، دورا تقول. مهلا، من الممكن أن يساعدنا ذاك الشخص؟ بوتس يقول. إنه صانع القبعات. هل لديك قارب يمكنه أن يبحر بنا إلى الأشجار العملاقة؟ بوتس يسأل صانع القبعات. لا، ولكن أملك هذه القبعة، صانع القبعات يجيب. القبعي أخذ قبعته وألقى بها داخل الماء. القبعة تمددت وصارت بحجم قارب. يلا يا أصحابي اقفزوا داخل القبعة. دورا وبوتس صعدا وأبحروا جميعا باتجاه الأشجار العملاقة. دورا وبوتس قام بشكر القبعي وذهب داخل الغابة العملاقة. طيور عملاقة تطير فوق رؤوسهم وصيادينة وشناجيب عملاقة تجري في أرضية الغابة وضفادع عملاقة تنقنق. كيف سنتمكن من العبور من كل هذه الحيوانات العملاقة؟ بوتس يسأل. يمكنكم التأرجح فوقنا، الأشجار العملاقة تقول. أنزلا هذان الجدعان المتدليان. ارفع يديك عاليا عاليا عاليا، دورا تقول. المستكشفين تمددا وأمسكا بالجدعين وتأرجحا من خلال الغابة وتجاوزا الحيوانات العملاقة. بينما هما على طريقهما، دورا وبوتس قابلا تويدلد وتويدلدوم. يبدوان كتيكو وبيني صغيرين. تويدلد وتويدلدوم سمع أن دورا ذاهبة إلى حفلة شاي الملكة. إنكما تريدان المضي قدما من جانب الحيوانات الصغيرة، لذا عليكما أن تكونا حذرين لأنكما كبيرين جدا، تويدلدوم يحذر. واحد شوية دورا وبوتس قابلا قطيعا من الخراف والخنازير الصغيرة. دورا وبوتس وجد الحيوانات الصغيرة، ولكن الحيوانات الصغيرة تقطع طريق دورا وبوتس. كيف يمكننا المرور؟ بوتس يسأل. يمكننا أن نسألهم باحترام ليخلونا للطريق. بالمغربية نقول وشمكن لنا ندوز؟ دورا تقول يمكن لنا ندوز؟ الصديقين قالا للحيوانات الصغيرة. الحيوانات الصغيرة رقصت خارجة من الطريق. دورا وبوتس قاما بشكر الحيوانات وتابعا طريقهما. عندما اقتربوا من الغابات المنسية، قط كبير وملفوش ظهر فجأة. إنه القط شيشاير. القط شيشاير قام بتقديم بعض النصائح لدورا وبوتس. في الغابات المنسية يمكنكما نسيان الكثير من الأمور، لذا من المهم أن تتذكرا من أنتما وماذا تريدان وأين أنتما ذاهبان. وهما غادين في الغابة المنسية، دورا وبوتس بدأ بتكرار من هما وماذا يريدان وأين هما ذاهبان حتى لا ينسيا. عندما اقتربا من الخروج وجدا بابا. أنا لها،
بوتس مخاطبا دورا. التفت إلى الباب: هذه دورا وأنا بوتس، نبحث عن بعض القطط ونحن ذاهبان إلى حفلة شاي الملكة. قام الباب بالانفتاح، لقد تمكن بوتس من هذه. دورا وبوتس مرا من الباب ووجدا حفلة شاي الملكة وجميع أصدقائهم من أرض العجائب هناك، حتى الأرنب مع فطائر الملكة والقطط أيضا. الكل يريد الفطائر، ولكن الملكة اللئيمة لا تريد مشاركتها مع أحد. أثناء هذه اللحظة ظهر خادع القلوب، إنه يبدو كالثعلب سوايبر. الثعلب المخادع يريد أن يسرق فطائر الملكة. الملكة أشارت إلى الجميع: خذ كل هذه الأشياء ولكن اترك فطائري في حالها. لحماية أصدقائها من أرض العجائب، دورا رفعت يدها وقالت: سوايبر لا تسرق، سوايبر لا تسرق، سوايبر لا تسرق. آه يا رجل، سوايبر قال. دورا أوقفت خادع القلوب. قال الأرنب: لقد قامت بحمايتنا، يجب أن تكون هي الملكة. صانع القبعات أخذ تاجا من قبعته ووضعه فوق رأس دورا، فحول فستانها إلى ثوب لابع. الملكة دورا، الملكة ديانا دورا، الكل يحيي. هزت دورا رأسها: إن هذا لشرف لي، ولكن أنا لست ملكة، أنا دورا، دورا المستكشفة، وأنا بحاجة لأخذ قطة أبويلا إلى البيت. نظرت الملكة بحزن: الكل يريدك أن تصيري ملكة بسبب شجاعتك، أنا دائما أجد من يساعدني. دورا تخبر الملكة: ساعدني اليوم القط شيشاير وكذلك تويدلدوم وتويدلد، وما كان لنا أن نذهب إلى أي مكان لولا القبعي. كيف يمكنني أن أصير ملكة أفضل؟ الملكة تسأل. التفتت دورا إلى القبعي: الملكة تريد أن تتغير، هل يمكنك مساعدتها؟ إنها بحاجة إلى قبعة جديدة، يقول القبعي. قدمت دورا تاجها إلى الملكة، عندما وضعته تغيرت بطريقة سحرية. أشعر أفضل الآن، قالت الملكة. أنا بحاجة إلى مساعدتك، أخبرت الأرنب. أحضر لي فطائرك ومررها على الجميع. بعد الحفلة، دورا وبوتس عادا إلى المنزل ومعهما قطة أبويلا. لقد فعلناها، قال بوتس. لقد وصلنا إلى حفلة شاي الملكة وأحضرنا قطة أبويلا وخلينا الملكة تولي زوينة وسخية. صبت دورا بعض الشاي إلى بوتس والقطط. يا لها من مغامرة رائعة في أرض العجائب، دورا تقول.